اقول لك على حاجه. النهارده قريت تقرير جميل قوي الصبح في فاينانشال تايمز. فاينانشال تايمز هي مجله من اهم الصحف يعني البريطانيه هنا، هي متخصصه في الاقتصاد كويس، لكن في عندهم تقارير كتير بيكتبوها عن حاجات كتير يعني. فالنهارده كاتب عنوان جميل قوي، عنوان ممتاز من الدروس العظيمه برضه في كاس العالم. قال لك انه كاس العالم في قطر 22 وحدت الشعوب العربيه. والله ده عنوان الفاينانشال تايمز، ان كاس العالم قطر 22 وحدت الشعوب العربيه. يعني ايه وحدت الشعوب العربيه؟ زياد يحيى بيقول لي والمسيحيين كمان. طبعا والمسيحيين كمان، مش بس بتكلم عن المسلمين، بتكلم على الهوى العربي الموجود سواء مسلم او مسيحي في المنطقه عندنا، هو فلسطين، هو بوصلته الاساسيه فلسطين. بشكرك يا زياد على التذكره والتنبيه يعني. فالفاينانشال تايمز اكمل لكم، حد بيقول اكرم بيقول لي في تيك توك اكتر الصحافه الصهاينه اللي في قطر هم جواسيس لجس النبض بعد سنوات من التدجين، وكان رد الشعوب مذهل. بشكرك يا اكرم. انا ما اقدرش اقول هم جواسيس ولا لا، هم بيقولوا ان هم صحفيين، هم بيقولوا ان هم بيمارسوا مهنه الصحافه، فانا ما اقدرش اقول لك الحقيقه هم يعني جواسيس ولا مش جواسيس، لكن اكيد اللي حصل هو جس نبض، واكيد الرساله وصلتهم او الصفعه وصلتهم من الشعوب العربيه الموجوده في الدوحه. حد بيقول لي استاذ جويس سلامتك الله يسلمك، اشكرك على شعورك تجاه فلسطين، ده مش منا وفضل يعني، انا قلت لك احنا تربينا على ده. في اخبار عن عبد الله الشريف لانه ما نزلش فيديو جديد؟ والله للاسف مش عارف يعني، ما عنديش اخبار عن عبد الله، هحاول ان شاء الله نتواصل معاه بعد اللايف واطمنكم لو رد عليا باذن الله. طيب ففاينانشال تايمز بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك ان كثيرون من الجمهور المشارك في كأس العالم رفع الاعلام الفلسطينيه ودعم فلسطين اثناء مباريات كأس العالم. يبقى اللي انا بقوله لك ده مش انا اللي واخد بالي منه، او مش احنا بس كعرب مسلمين ومسيحيين واخدين بالنا منهم، لا ده الاعلام البريطاني واخد باله منه، واخد باله ان الشعوب العربيه بوصلتها فلسطين. فالفاينانشال تايمز لما بتعمل تقرير بيقول لك كاس العالم وحد العرب او وحد الشعوب العربيه مره اخرى، عامله باراجراف كامل، فقره كامله بيقول لك انه كثيرون دعموا فلسطين، رفعوا الاعلام، رفعوا الشارات، لبسوا اللبس بتاع فلسطين. فالدرس الثاني الحقيقه هو انه فلسطين هي البوصله، فلسطين هي الهويه الرسميه للشعوب العربية، زي ما كان حد بيقول سواء مسلم أو مسيحي، هي البوصلة الرئيسية بتاعتنا هي فلسطين.